بالنسبة يعني لقرار مجلس الوزراء الأخير، يعني كان قرار جيد جدا وفي وقت يعني نوعا ما مناسب، خاصة ما شهدته الأسواق من ارتفاع أسعار القهوة. 250 غرام وصلت بين، كانت 300 دينار وصلت 400 دينار وبعد ذلك تعدت 400 دينار. لذلك يعني مجلس قرار مجلس الوزراء جاء من ثلاث نقاط يعني تكمل بعضها. يعني النقطة الأولى خاصة بتسقيف هوام الربح. تسقيف هوام الربح معناته أنه كل المادة نحسب تكاليف الإنتاج تاعها نزيدوا لها يعني هامش الربح اللي خاص بالمتدخل في السلسلة التجارية، 4% للموظبين، 5% بالنسبة لتجار الجملة، 6% بالنسبة لتجار التزيئة. وبهذه الطريقة يصبح أنه لما ترتفع الأسعار، صحيح أنه سعر المادة في الجزائر ترتفع، لكن بالمقابل لما تنخفض الأسعار في الأسواق العالمية تنخفض أسعار المادة في الجزائر، وهذا اللي غير موجود الآن، لأنه كل ما ترتفع الأسعار في السوق العالمية ترتفع أسعار السلع في الجزائر، لكن العكس لا يحدث. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي بعض الإعفاءات الجبائية، يعني أكيد راح تنقص من الأسعار لأنه الأسعار في السوق العالمية الآن مرتفعة، فكيف نعيد الأسعار إلى المستوى السابق بتخفيضات جبائية؟ ما دام هوامش الربح مسقفة، فهنا هذه التخفيضات الجبائية لن يستطيع المتعامل الاقتصادي إخفاءها، لأنها ستصبح تقلل من تكلفة الإنتاج وتحسب في تكلفة الإنتاج أقل منه. نعود إلى أسعار قبل هذه الأزمة التي حدثت. طبعا النقطة الثالثة هي فتح الأروقة الخضراء لمستوردي مادة البن. بعد ارتفاع الأسعار نعلم جميعا أنه متدخلين غير نظاميين يحاولون دائما خلق الأزمة كلما كانت مشكلة في مادة استهلاكية، لذلك وفرت المادة أمر ضروري الآن في السوق. وفتح الرواق الأخضر للمتعاملين الاقتصاديين لإدخال يعني هذه القهوة وضخها في الأسواق من أجل الوفرة أمر ضروري. لذلك تكامل هذه العناصر الثلاثة إن شاء الله سنعود إلى أسعار القهوة قبل بداية الأزمة، يعني في حدود 380 دينار إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.